لا تكمل. هذه الأرقام رسمية رسمية يعني ما وعلى ذمتك أبدا موجود، ممكن التأكد من عندها من المفوضية المستقلة للانتخابات. أولا يجب أن يعني هم الكل ملتهي بموضوع أنه تزوير مو تزوير وناسين الصورة الأكبر. نعم. الصورة الأكبر والمقلقة واللي يجب أن تقلق السياسيين حقا هو اهتزاز الثقة بالعملية السياسية بأكملها وبالعملية الانتخابية. وإذا ظلينا بهذا الأداء المستقبل راح يكون سيء جدا. يعني خليني أراويك الآن هنا المشاهد الرقم واحد، خلينا نشوف رقم واحد الوثائق يا همام. لا لاحظ هذه نسب المشاركة في الانتخابات حسب الأرقام الرسمية التي أعلنت. هاي من 2005 من أول انتخابات. لاحظ عندنا كان شقد المشاركين تقريبا 79%، أي يعني تقريبا 80% من العراقيين شاركوا بال 2005. العالم متونسة وجتنا الديمقراطية وراح نمارس وإلى آخره. لاحظ بال 2010 شقد 63% نزلت، بال 2014 60%، بال 2018 45%، الآن 36% وصلنا، وفي بعض المحافظات مثل بغداد 24% فقط اللي شاركوا بالانتخابات. بمعنى احنا عندنا مشكلة حقيقية، يعني الأحزاب عليها قبل لا تدور زوروا وما زوروا تدوروا انتوا. نعم. ليش دا تفقدون الناس؟ ليش دا تخلون الناس ما تجيكم؟ وهذا السؤال الأهم. يعني أكثر من 50% مو هنا؟ نعم أكثر من 50% بين 2005 تمام إلى 2021 تمام، أكثر من 50% من مجمل الناخبين خسرناهم فقدناهم وتحولوا إلى قوى معارضة للعملية السياسية. لذلك من تطلع تشرين ويقولون إحنا ما عندنا ثقة بالعملية السياسية، أكو أرقام تسند هذا الحكي، مو الحكي يلقى على عواهنا. خلينا نشوف السلايد رقم 2 حتى يبين للمشاهد الكريم شنو اللي دا يصير. أولاً في هذه الانتخابات من وجهة نظري، وأنا سبق أن ذكرتها هنا يم حضرتك. نعم. في مرة سابقة، لم يربح أحد، الكل خسر. كل من يعتقد أنه هو رابح هو غلطان. يعني من اللي أكثر الرابحين؟ التيار الصدري، الكتلة الصدرية. لاحظ بال 2018 الكتلة الصدرية ايش قد جابت؟ مليون و300 ألف صوت. زين، الآن 885 ألف صوت، يعني 32 ثلث من صوتوا لها بال 2018 ما صوتوا لها بال 2021، ثلث قاعدتهم فقدوها. نجي على دولة القانون، مو دولة القانون الثانية اللي فائزة وإلى آخره ضمن الكتل الشيعية. إيش قد كانوا بال 2018؟ 725 ألف. أي 725 ألف، الآن 502 ألف. 30% خسروا، 30% خسروا. طبعا مجموع أصوات المستقلين 1,700,000. لذلك هنا أنا بس أرد أعلق على هذا الموضوع، اللي يقول هذا المقترح اللي الآن يتداولونه، إحنا خلينا ننطي على قد الأصوات مو قد المقاعد. أكو مقترح ده يطرح يتداول أنه خلي ننطي لكل حزب خاسر بقد ما حصل من أصوات مو بقد ما حصل من مقاعد. ده تفهم لي شلون؟ أقول لهم ترى هم راح تخسرون، لأنه إذا رحتوا على هذا الموضوع المستقلين جايبين 1,700,000، يعني لازم هم اللي يصيرون أعلى شيء يأخذون. إذا الآن مو عبالكم الموضوع بس لكم الآخرين أيضا. لاحظ تحالف الفتح، لاحظ تحالف الفتح، تحالف الفتح بال 2018 قد التيار الصدري، قد التيار الصدري 1,300,000، الآن نص التيار الصدري 444,000. لكن حتى لا يزعلون، حتى يعرفون جماعة تحالف الفتح شنو صاروا ياهم، شنو صاروا ياهم. تعال على مكونات تحالف الفتح اللي كانت وياه بال 2018. منو كانوا وياه بال 2018؟ هذولي
نعم عنده حقوق إشراقات كانون العقد الوطني. ذولي إذا تجمع أصواتهم كلهم الفتح زائد حقوق زائد إشراقات كانون زائد العقد الوطني يطلعون 874 ألف، بمعنى أنهم أيضا رح يخسرون بس أو خسروا 33%. هنا إذا لو ما صار الانشطار بفتح كان صاروا بقد الكتلة الصدرية. تمام. ذولا 73 مقعد ذولا 72 مقعد. تمام. يعني شوف بمعنى الخلاصة الصدريين خسروا 32%، القانون خسر 30%، الفتح خسر 33%، كلهم خسرانين وكلهم خسروا تقريبا الثلث. فأنتوا على شنو تقولون تزوير وما تزوير؟ هو لو أكو تزوير خو كان الصدريين يصعدون، كان صعدوا بعد أكثر، ليش هالقد يخسرون؟ يعني هذا منطق أو فرضية التزوير هنا لا تستقيم مع هذه الـ الأرقام. احنا عدنا وقت نحكي على لا خليني أشرك السيد حمزة مصطفى. طيب.